قلب اللوز، البقلاوة، ومختلف أنواع الحلويات التقليدية والعصرية يكثر الإقبال عليها في هذا الشهر، فهي جزء لا يستغني عنه الجزائريون لتزيين موائد السهرات. اليوم جيت نشري الحلوى تراديسيونيل، نحبوها باسكو في رمضان نحطوا لا طابل مول الفطور، نحطوا على بالك حنا الجزائريين نحبوا لا طابل تكون مشبحه من كلش، قلب اللوز، قطايف، محنشه، هاكي على بالك. ماشي 30 يوم، ماشي دائما قلب اللوز دائما، مي الحوايج الاخرين يا نخدموا شويه في الدار كيما خبز تونس ولا حاجه خفيفه قطايف ولا، مي الحوايج الاخرين اللي ما نقدروش نخدموهم نشروهم. لي طارتو فخوي، ابار لي طارتو فخوي ولا قلب اللوز ولا محنشه ولا، يوميا تقريبا. حنا هذا عادتنا مالغري السكر دركا والريجيم. كنت لا جورني صايم يتفابلا، لازم نو ان بو سكر. باش يطلع شويه السكر. لي تيراميسو، زلابيه، قلب اللوز، بغلاوه، اتسيتيرا، على بالك، على بالك الميونيو الجزائري. أصحاب الحرفة أكدوا لنا أن في شهر رمضان يزداد الطلب على الحلويات خاصة التقليدية، وهذا ما يجعلهم يضاعفون إنتاجهم ويبدعون في صناعة أصناف جديدة خاصة بالشهر الفضيل. On fait tout ce qui est oriental, tout ce qui est algérien, qui m'a les cigares, samsa, jbah safra, mhancha, tout ce qui est ma'assel ta Ramadan. Qalb allouz, zid qtaif, les cigares ta qtaif, les cornets ta qtaif, kayen bzaf les sortes. Donc kima kol am, les halouyat ta Ramadan wahedhom, machi kima les halouyat l'okhrin. Toujours on fait une gamme spéciale Ramadan et chaque jour qu'il y a des commandes bzaf au lieu c'est-à-dire ماشي كيما les commandes اللي يكونوا في الايام العاديين سما رمضان تزيد بزاف علينا تكون كاينه لا شارج بزاف باسكو لي جزائريين كيما نعرفوهم كامل يحبوا طابله معمره يحبوا كل شيء بالطبع يحبوا دونك سي كيما العاده دونك كيما كل عام ابخي الفطور يحطوا طابله يحطوا المائده تاعهم الله الله يحطوا فيها كامل لي سيغار سامسام حنشا اكسيتيرا اكسيتيرا. الحلويات على موائد الجزائريين عادة لا يستغني عنها الكثيرون، لكن عدم الإفراط يعد حفاظا على صحتنا خلال شهر رمضان.